من مدينة كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعلومات المتوفرة عن هذه الضربات حتى اللحظة رامي؟ نعم صباح الخير. طبعا هو نفى أن يكون استهدف البوكمال، وهل استهدف قرب البوكمال لا نعلم حقيقة الأمر، إذا ما كانت الطائرات المسيرة التي استهدفت الشاحنات الثلاثة التابعة للحشد الشعبي العراقي هي أمريكية أم هي مجهولة الهوية، ولكن بشكل قطعي لم تكن طائرات تابعة للمرصد. إسرائيل لم تعترف، وإسرائيل بالعادة لا تستخدم طائرات مسيرة في تلك المنطقة، هي تستخدم طائراتها تستخدم استهداف بطائرات مسيرة للحشد الشعبي العراقي وتدمير ثلاث شاحنات كانت فارغة. هل الشاحنات كانت عائدة من تفريغ حمولتها داخل الأراضي السورية؟ الشاحنات كانت هي فارغة، جرى تدميرها من قبل الطائرات المسيرة التي استخدمت بأربع صواريخ الشاحنات الثلاث ودمرتها وقتلت على الأقل يعني الذين كانوا في الشاحنات من الأمام، قتل ثلاثة وهناك جرحى آخرين، وهي في المنطقة الحدودية على الحدود العراقية السورية قرب المعبر العسكري أو أحد المعابر العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي. التحالف طالب الحكومة العراقية بأن الحكومة العراقية تعلم بأن هناك طائرات مسيرة استهدفت ثلاث شاحنات تابعة للحشد الشعبي العراقي على الحدود السورية العراقية. نعم، طيب قيل أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود حالات خطرة، يتضح بالضبط مثلا هويات من قتلوا أو ماذا يمثلون على الأقل؟ يعني قد يكونوا تابعين لحزب الله العراقي، ولكن إلى الآن لا يوجد إعلام من هذا الحزب الذي عادة يعلن عن وجود استهدافات له، ولكن بشكل قطعي هو الشاحنات تابعة للحشد الشعبي العراقي وليست تابعة للحرس الثوري الإيراني. ونحن نشرنا في هذه المعابر دائما يكون هناك حركة كبيرة ما بين الحدود السورية العراقية، وأحد أعتقد أحد المستشارين رئيس الحكومة العراقية على الحدث حاول تكذيب خبر المرصد بأنه لا يوجد صهاريج وقود تدخل من تلك المنطقة باتجاه الأراضي السورية. يوجد صهاريج وقود دخلت في الخامس من الشهر الجاري من تلك المنطقة، بعضها ذهب لما يعرف بالميليشيات الموالية لإيران في الميادين، والأخرى أكملت باتجاه لبنان ودخلت لبنان عبر منطقة القصير. أي أن تلك المنطقة هي عراقية سورية، ولكن بنهاية هي تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي. طب رامي، يعني أنتم دائما ترصدون غارات من هذا القبيل، عندما يكون هناك يعني عدم اعتراف أو بيان ويقال بأن الطائرات مجهولة سواء مسيرات أو غيرها، ما معنى ذلك؟ يعني لماذا الطرف الذي شن الغارة لا يريد أن يفصح؟ لا يريد أن يدخل في يعني اشتباكات مع ميليشيات إيران، التي عندما تبنت الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الغارات جرى استهداف حقل العمر النفطي من منطقة الميادين من قبل هذه الميليشيات. لذلك إذا كانت الولايات المتحدة هي التي استهدفت، وأعتقد بأنها هي التي استهدفت، فإنها لا تريد أن تعلن كي لا يجري استهداف يعني مواقعها داخل الأراضي السورية، أو أيضا كي لا تحرج الحكومة العراقية. من كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك.